وبركاته. عليكم السلام. أسبوع وعليكم جديد، السلام ورحمة الله. في حلقة جديدة، السلام. في حلقة جديدة مع المشاكل حول الهوية الدينية والتحديات المعاصرة، يقدمها السيد عقيل الخراسان. نبدأ إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم ما يمكن دكتور رضا، الأخ رضا، جزاكم الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أرحب بجميع الأخوة الحاضرين معنا، ما أدري إذا وجد بعض الأخوات في هذه الندوة التي يقيمها فريق وعي الجامعي. أود أن أشكر هذه الجهود المباركة إن شاء الله تعالى في سبيل بث ونشر الوعي بين صفوف الشباب الجامعي، وما أحوجنا اليوم إلى نشر ثقافة الوعي في مجتمعنا. عنوان الندوة كان هو كما تطرق الأخوة في الإعلان، الهوية الدينية والتحديات المعاصرة. بداية وقبل أن نلج في محتوى هذه العبارة تقريبا قد تكون معقدة نوعا ما، نحتاج أن نفكك هذه الكلمات ونتعرف على هذه المصطلحات التي قد تكون طرقت مسامعنا سابقا أو قد لا تكون. الهوية الدينية والتحديات المعاصرة. بداية إخوان الكرام، أعتقد أن هذا العنوان يعني عنوان واسع جدا، ويحتاج إلى عدة ندوات وعدة محاضرات حتى نستطيع أن نتعرف على حيثيات هذا الموضوع، لكن بصورة مختصرة نحاول أن نفهم هذا العنوان ونطبقه في واقعنا الخارجي. الهوية الدينية. أولا قبل أن نتكلم عن الهوية الدينية، لابد أن نتعرف على عنوان الهوية. ما المقصود من الهوية؟ طبعا الهوية لو بحثنا عن هذه الكلمة في مثلا في الويكيبيديا أو في مصادر الاجتماعية والمصادر الثقافية، لوجدنا أن الهوية ما يرادفها باللغة الإنجليزية هي الايدنتيتي. ايدنتيتي هي الهوية، identities الهويات. فما هي المقصود بالهوية، وما هو المعنى المراد من كلمة الهوية؟ نلاحظ يعني لأول وهلة عندما نبحث عن كلمة identity أو الهوية فتعرفها الويكيبيديا. الويكيبيديا هي مصدر من المصادر المفيدة في معرفة المصطلحات العلمية ومهما كان اتجاه هذا المصطلح. يقول identity is the qualities and beliefs and personality appearance and expression that characterize a person or a group. هنا طبعا فالتعريف جميل حقيقة ولفت انتباهي، ونحاول أن نسلط الضوء على بعض جوانب هذا التعريف. يقول أن الهوية هي كل ما يشمل المعتقدات beliefs الـ expressions التعابير الخاصة بالإنسان، الـ appearance مظهر الإنسان يمثل هويته، كذلك الأفكار thoughts. زين بعدين شو يقول؟ يقول أنه الـ identity الهوية
هي شنو؟ that characterize a person or a group. زين هنا فالإشارة جميلة، وهي أن الهوية تميز أو تشخص الفرد أو المجموعة. يعني فائدة الهوية، الهدف من الهوية هو تشخيص الفرد، هو تمييز الفرد. يعني عندما أقول ما هي هويتك، فتتكلم أنت تقول مثلا أني فلان الفلاني، أسكن في المكان الفلاني وهكذا، أنتمي إلى المجموعة الفلانية، أنتمي إلى المنطقة الفلانية، أعيش في المنطقة الفلانية إلى آخره. فإذا الهوية، هدف الهوية هو تمييز الفرد وتمييز الجماعة أو المجموعة. هذا هو ما تقوله الويكيبيديا، وحقيقة فيه معنى جميل إن شاء الله تعالى سوف نربطه في يعني هدف هذه الندوة. زين، في تعريف آخر أحد العلماء الاجتماع يقول identities، الهويات، شنو تخبرنا؟ tell us who we are and they announce to others who we are. زين، شنو يعني؟ يعني أنه الهوية شنو تخبرنا؟ تخبرنا أنه من نحن، ونعلن للآخرين، أو الهوية تعلن للآخرين من نحن. زين، فإذا إحنا هاي مقدمات سريعة، يعني أتمنى من الحضور من الشباب أنه ركزوا على هذه النقاط، راح نستفيد من هذه النقاط إن شاء الله في بحثنا. الهوية الدينية والتحديات المعاصرة. زين، نحن اليوم في واقعنا المعاصر لكل فرد بينا هوية مختلفة، وكذلك هناك هوية مشتركة بيننا. الآن مثلا هويتك كفرد، مثلا كفرد أنت من؟ مثلا تقول أنا زيد من الناس، أعيش في العراق، مثلا أنتمي إلى الدين الإسلامي، مثلا عقيدتي كذا وكذا، يعني أتبع كتاب القرآن الكريم، دستوري هو القرآن الكريم. هذا من الناحية، مثلا خلينا نقول من الناحية الدينية. من الناحية خلينا نقول الاجتماعية، أو من الناحية الأسرية، أعيش مثلا في أسرة متكونة من مثلا من 5 أفراد، خلينا نقول إذا كنت يعني تعمل في عمل معين راح تبين هذا العمل وهكذا. فإذا النقطة الأساسية والرئيسية في مسألة الهوية هي تجيب عن سؤال من نحن أو من أنت، هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى الجماعة من نحن، كما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع بيتر بيرك، أنه قضية الـ identities، الهويات أو الهوية، تخبرنا من نحن وتعلن للآخرين بماذا؟ بأنه من نحن. فإذا هذا هو السؤال الرئيسي والمهم الذي نضع عليه هايلايت بقضية الهوية. الهوية الدينية، لماذا نريد أن نتكلم عن هويتنا الدينية؟ وما هو تأثير هويتنا الدينية اليوم في واقعنا الحاضر وفي واقعنا الاجتماعي، وخصوصا نحن كشباب جامعي؟ لماذا نحتاج أن نعرف هويتنا الدينية؟ لو رجعنا للتعريف راح نلاحظ أن في تعريف الايدنتيتي الهوية مباشرة قال هي عبارة عن شنو؟ beliefs، المعتقدات، الأفكار التي يحملها الإنسان. إذن الأفكار التي يحملها الإنسان تمثل جزء من هويته. زين، الآن هذا مقدمة عن معنى الهوية وما هو تأثيرها وما هو محتواها في حياة الفرد والمجتمع.
الآن ما هو الربط بين الهوية الدينية وبين التحديات المعاصرة؟ شنو يعني التحديات؟ زين، أكو تحديات نواجهها اليوم إحنا في واقعنا المعاصر ممكن تأثر على هويتنا. ليش؟ هي الهوية مو فد شيء ثابت لا يتغير. يعني أنت من تقول، من تتكلم عن نفسك وقول أنا فلان الفلاني، أعيش مع الأسرة الفلانية، هل يمكن في يوم من الأيام أن يتغير هذا الشيء؟ هل يمكن في يوم من الأيام أن تنكر انتمائك إلى أسرتك، إلى مجتمعك؟ هل يمكن في يوم من الأيام أن تنكر انتمائك إلى هويتك؟ زين، اليوم التحديات التي يواجهها خصوصا، احنا باعتبار حددنا الهوية الدينية خصوصا، طبعا الهوية الدينية لها تأثير على الهوية الثقافية والهوية الاجتماعية. اكو ترابط بين الهوية الاجتماعية والهوية الثقافية والهوية الدينية. اذا اسعفنا يعني، اذا كان عندنا وقت ان شاء الله نحاول ان نبين هذا الترابط. فالتحديات المعاصرة اليوم، شنو التحديات احنا اللي نواجهها التي قد تؤثر على تغيير هذه الهوية التي من المفترض ان تكون ثابتة ولا يمكن ان تتغير؟ اليوم كما لو جئنا وقلنا وسألنا انفسنا ما هي هويتنا، وكل واحد سألنا، كل فرد الان من الحاضرين نسأله هذا السؤال، ما هي هويتك؟ فقبل أن يجيب أو قبل أن نجيب، لابد أن نضع جوابا واضحا لهذا السؤال، من نحن؟ من نحن؟ نحن من؟ نحن مجموعة من الشباب المسلم المؤمن، نعيش في أرض المقدسات، أرض العراق، ننتمي إلى الدين الإسلامي الحنيف، رسالتنا هي الإسلام، كتابنا هو القرآن الكريم. إذا سئلنا بمن نحن، هل يمكن أن نجيب عن سؤال من نحن ونقول مثلا نحن مجموعة من الشباب نعيش مثلا في القارة القطبية الجنوبية، أو نعيش مثلا في أمريكا اللاتينية، أو نعيش كذا؟ لا يمكن، هذا الشيء مخالف لجواب السؤال الواضح ومخالف للهوية التي يجب أن نحملها. يعني كما قلنا أن الهوية من ضمن معانيها توضح البليفز المعتقدات، كذلك ما يرتبط بحياة الإنسان وشخصية الإنسان. زين، فإذا عندما نجيب عن سؤال من نحن سوف نعرف هويتنا، وبالتالي معرفة الهوية يميزنا عن الآخرين، يميزنا عن باقي المجتمعات، ويميزنا عن باقي الشعوب. لكل شعب من الشعوب هويته الخاصة به، لكل مجتمع من المجتمعات هويته الخاصة به. زين، النقطة الأخرى التي نحتاج أن نتكلم عنها، ماذا يحدث لو تخلى الإنسان عن هويته؟ ما هي النتيجة لو تخلى الإنسان عن هويته؟ نلاحظ اليوم مثلا في واقعنا المعاصر، يعني قبل فترة ليست بالطويلة، يعني جتني فترة رسالة على الفون، مسج. هذه الرسالة تنهى عن الهجرة، ويعني مضمون هذه الرسالة أنه أنتوا يا شباب أنتوا أمل المستقبل، ويعني بالتالي الهجرة ليست يعني أمر محبذ وهكذا. هاي الهجرة يعني فد مسألة من المسائل التي دخلت إلى العالم العربي والعالم الإسلامي، طبعا بها فد أسباب، بها فد علل، بها فد نتائج. يعني احنا مو في طور انه نخوض هذه المسألة، ولكن ماذا سببت الهجرة للمجتمع الإسلامي والمجتمع العربي؟ اول نقطة هي مسخ الهوية،
هوية الإنسان بدأت تنتهي. كثير من الشباب الذين قد هاجروا بصورة غير شرعية يجب عليه أن يتخلص من هويته، لا غير محبذ أن يعلن عن من هو، وبالتالي قد يضطر إلى تجنيس نفسه بهوية أخرى. زين، اليوم إحنا هسه هذا في الموضوع بفائدة قضية الهجرة، اليوم نحن نعاني من قضية أخرى، الهجرة الداخلية، وهي ترك محاولة ترك هويتنا ونبحث عن هوية أخرى. وللأسف نحن نعيش مثلا في جامعاتنا، في جامعاتنا جامعات إسلامية، العنوان جامعات إسلامية، المجتمع مجتمع إسلامي، ولكن ما نعانيه داخل جامعاتنا هو أن الشاب عندما يدخل مثلا إلى الجامعة، وأنا أكلمكم كشاب جامعي تخرج من الجامعة وعاش لفترة من الزمن في الجامعة، ماذا تلاحظ في الجامعة؟ تلاحظ أنه ما أن يدخل الشاب سوف تتغير بعض الأمور في حياته، ويحاول أن يركز على بعض الجوانب في حياته، ومن هذه الجوانب مثلا الأبيرنس، المظهر، اللي هو أيضا يعني يمكن بيتر بريك أو يعني الويكيبيديا وضح ضمن تعريف الايدنتيتي، الهوية، أنه من ضمن الهوية الأبيرنس، مظهرك أنت يبين هويتك، مظهرك يبين هويتك. لذلك يعني مثلا لاحظ أنه في الدين الإسلامي أكو كثير من التعاليم التي تنص على أنه الاهتمام ببعض الجوانب التي تخص مظهر الإنسان. يعني مثلا نضرب مثال، أنه يحرم حلق اللحية كمثال، واللحية هي خلينا نقول مثال للشاب المسلم مثلا. بعض الأمور اللي مثلا أنه الإنسان لابد أن يستر يعني مثلا جسده، يلبس فد لباس يستر جسده، وهكذا بعض الأمور قد تكون، بعض الملابس قد تكون محرمة أنه الإنسان لازم ما يظهر بها أمام الآخرين، وهكذا. فلاحظ أنه الدين الإسلامي أيضا اهتم بقضية مظهر الإنسان، كما أنه اهتم بالبليفز، المعتقدات، الأفكار التي تخص الإنسان. ليش؟ لأنه الأفكار أيضا تعتبر من ضمن هوية الإنسان. الهوية إذن إخوان الكرام لها تأثير واضح في حياة الإنسان، والهوية تمثل أيضا لو نرجع للتعريف البيرسوناليتي، يعني شنو؟ يعني شخصية الإنسان. أنا اليوم من أعرف من نحن، هذا الشيء يوضح للآخرين شخصيتي. فمثلا عندما أعلم بأن دستوري وكتابي القرآن الكريم، إذن هذا هو جزء من هويتي، بالتالي لابد أن يكون كما نلاحظ في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول ليس منا، لاحظوا التعبير، ليس منا، هذا هو جزء من الهوية، ليس منا من لم يقرأ القرآن، أو من لم يقرأ من القرآن 40 آية في اليوم. هذا شنو تعبير عن هوية. مثلا في الحديث الشريف أيضا ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين، يعني أنت هويتك راح تكون ناقصة إذا لم تهتم بما يحدث للمسلمين، وهكذا. وهي من الأحاديث التي تحاول أن توضح هوية الشاب المسلم أو الإنسان المسلم، وكذلك المجتمع المسلم. حتى في عالم الآخرة لكل فرد ولكل جماعة أكو هوية. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قضية تصنيف
الناس في الآخرة إلى ثلاثة أصناف، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. القرآن الكريم يبين من هم السابقون، يبين هويتهم. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى آخره. أصحاب اليمين، وما أدراك ما أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وقليل أو ثلة من الآخرين إلى آخره. فنلاحظ أيضا هنا القرآن يبين هوية هذه الأصناف. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هنا شنو؟ الذين اتقوا ربهم، هوية أكو لهؤلاء الجماعة. فإذا مسألة الهوية مسألة مهمة جدا، وتميز الفرد عن الفرد الآخر، وتميز هذه المجموعة عن المجموعة الأخرى. ولذلك اليوم إخوان الكرام، ولا أطل عليكم إن شاء الله تعالى، نحن اليوم أمام تحديات حقيقة تمثل مصاعب ومشاكل، وهي محاولة مسخ هوية الشاب المسلم. مثلا يجونك عن طريق الأبيرنس، المظهر، لأن المظهر يمثل جزء من هوية الإنسان. ممكن أنت عندما يتغير مظهرك بخلاف ما يريده الإسلام، يعني مثلا عندما جاء أحد المسلمين وابنه معه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا الطفل يعني أكفت حلاقة في شعره، حالقها بطريقة معينة تسمى القزع. زين، أكيد أنتم يمكن سامعين بهذا التعبير، بهذا المصطلح. فرسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القزع، ونهى ذلك الرجل أن يحلق رأس ابنه بشكل القزع. زين، يعني أن يحلق جزء من الرأس ويترك جزء آخر. ليش رسول الله صلى الله عليه وآله مهتم بقضية المظهر؟ نعم، لأن المظهر أيضا يمثل جزء من هوية الإنسان. إذا تغير المظهر يتغير جزء من هوية الإنسان. ما نقول أنه كل هوية هذا الفرد تتغير، ولكن جزء من هويته سوف تتغير. كذلك البليفز، المعتقدات، الأفكار. اليوم مثلا الهجمات الثقافية التي تشن بوسائل مختلفة، بوسائل متنوعة، عن طريق الكتب، المقالات، السوشيال ميديا أبسط شيء، أو هي يعني المثال الدقيق والواضح. بالتالي احنا عندما تتغير أفكارنا، هويتنا سوف